السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالجميع. هذه الشتلة وضعت عنها عدة شروحات مفيدة. طبعا قلنا أنه المهم في الموضوع هو نشاط العصارة. طبعا الشتلة نمت والآن التربة جافة كما نشاهد. طبعا أنا الآن هذا الفيديو فيه أكثر من فائدة. طبعا نشاهد حالة الجذور، الجذور جيدة. طبعا هذه الشتلة تم فك الجذور مرتين أو ثلاث مرات، ولأن العصارة لا تزال نشطة فإنها لم تتأثر. طبعا هذه طريقة إذا عندك فتحات الصرف كبيرة في المركز الزراعي هذا، تقدر أنك تسدها بتربة البيت موس المتحجرة الناشفة، في حال أنك كنت بتدفن بتربة رملية، لأن التربة الرملية مع الري تخرج من فتحات الصرف، فتسدها بهذه التربة المتحجرة. طبعا الآن نرفع التربة ونضع الفتحة. طبعا مهم جدا أن نحرص على عدم تفتت التربة. الآن تم وضع الشتلة، ولكن تم وضع الشتلة بطريقة خاطئة كما نشاهد. مستوى المجموع الجذري مساوي لمستوى سطح الحوض. طبعا الآن بما أني زرعتها بطريقة خاطئة بحاول أني أعدلها. طبعا مهم جدا أثناء نزع الشتلة خاصة في التربة الرملية بأنك تحاول قدر الإمكان أن التربة تتماسك. فالتربة الرملية جيدة، ولكن مشكلتها أنها لا تتماسك. أنا الآن أحاول أني أنزلها بحرص شديد، ولكن لا توجد فائدة، التربة تفتتت. وجيد أنها تفتتت لكي نشاهد الجذور. الجذور جيدة وجذور كثيفة. الآن بعدما تفتتت التربة بجري عليها تجربة تحت هذا الطقس الحار. أتركها في هذا المكان تحت أشعة الشمس المباشرة، ولكني بعطيها بعض الماء وأضع لها ماء بطريقة التنقيط، ونرجع نصورها في المساء بإذن الله ونشوف هل لازالت سليمة أو لا. طبعا نشاهد الشجرة تعرضت للذبول بعد، ولكن لأنه نوع هذه الشجرة متحمل للحرارة والماء موجود فإنها ترجع. نلاحظ الآن وضع النبتة بعد مرور 4 ساعات، النبتة لا زالت سليمة، وهذا بسبب استمرار تدفق الماء. نحن الآن في نهاية اليوم في المساء، نلاحظ أنه النبتة لا زالت تعاني من الصدمة، ودليل ذلك هو التفاف الأوراق إلى الأعلى، وهذا الأسلوب موجود في بعض الأشجار إذا شعرت بالعطش أو إذا حل الظلام. طبعا الشتلة لا زالت سليمة وقوية وسوف تنتعش في اليوم التالي. طبعا نستفيد من هذا الفيديو معلومة مهمة جدا، وهي كالتالي. طبعا نستفيد معلومة مهمة، هذا الماء المتدفق لو تركناه لمدة أسبوع يتدفق على النبتة فإن النبتة لن تتأثر، والسبب في ذلك لأن التربة حديثة، وسوف تتأثر الجذور بالاختناق والتربة بحدوث التعفنات لو كانت هذه التربة موجودة وملتحمة مع جذور هذه النبتة. فالتربة الآن حديثة ولا توجد فيها محفزات أعفان، أيضا غير منضغطة، يعني أحيانا يكون زيادة الماء بجانب النبتة لا يتسبب في أي مشاكل. طبعا الآن بضع النبتة في مكان ظل كامل لمدة أسبوع كامل، ونصورها لاحقا بإذن الله، والسلام عليكم.